إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اعلموا أن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين، رب العالمين اتصف بالرحمة، فالرحمة من صفات الله، ورحمته وسعت كل شيء كما قال الله: ورحمتي وسعت كل شيء. ولما خلق الله الرحمة يوم خلقها خلق 100 رحمة، فأمسك عنده 99 رحمة وأرسل 1، فبتلك الرحمة يتراحم الخلق. الأم ترحم ولدها، حتى الوحوش ترحم أولادها، لكن الذي نال النصيب الأعظم والحظ الأوفر من هذه الرحمة التي أوجدها ربنا تبارك وتعالى هو خير خلق الله، هو محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فرحمته عالمية، وصلت رحمته إلى كل أحد، إلى الجن والإنس، إلى الذكور والإناث، وإلى العرب والعجم، وإلى الأوطان والبلدان. فرحمته عالمية، ما من أحد إلا ووصلت إليه رحمته. فحظ المؤمن من رحمته صلى الله عليه وسلم الهداية والسعادة في الدنيا والآخرة، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وإن حظ المنافق من رحمته صلوات ربي وسلامه عليه أنه لم يقتلهم، ولهذا لما قيل له قال: لا أحب أن أسمع أن الناس يتحدثون أن محمدا صلى الله عليه وسلم يقتل أصحابه. وهكذا الكافر يأمن من العذاب، يأمن من العذاب بسبب رحمته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الله جل وعلا: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. فبسببه لم يستأصل الله جل وعلا الكفار،
وإنما أبقاهم ببقائه ووجوده صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما المعاهد فبسبب عهده وبسبب أنه هادنه وعاهده كفاه ذلك شرفا، فقد عصم النبي صلى الله عليه وسلم دمه. روى الإمام البخاري عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها لتوجد من مسيرة 40 عاما. هكذا قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول ربنا: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ففي قوله رحمة، رحمة نكرة وهي تدل على التعظيم، فالرحمة متوغلة في بعثته وفي إرساله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وما أرسلناك يا محمد إلا رحمة للعالمين، والعالم ما سوى الله، العالم ما سوى الله تبارك وتعالى، بل إن رب العالمين اختصه واصطفاه على سائر الأنبياء صلوات ربي وسلامه عليهم، أن اشتق له اسمين من أسمائه، والاسمان هما الرحيم والرؤوف. قال الله جل وعلا: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. قال: بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقال سبحانه: إن الله بالناس لرؤوف رحيم. فانظروا إلى الرؤوف وإلى الرحيم. اختص الله عبده ونبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم بل رسالته وبعثته بالرحمة. روى الإمام مسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لي أسماء، أنا محمد وأحمد والمقفي والحاشر ونبي التوبة ونبي الرحمة. إذن هو نبي الرحمة صلوات ربي وسلامه عليه، بل الرحمة ملازمة له، الرحمة ملازمة له منذ أن بعثه الله وإلى أن توفاه الله، بل إن في شرعه الرحمة، إن في دينه الرحمة صلوات ربي وسلامه عليه. روى الإمام الدارمي والحاكم وصححه الألباني عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: يا أيها الناس إنما أنا رحمة مهداة. فهو رحمة مهداة وضبطت مهداة، أي هو هدية، أو هو هادي الناس، أو هو هادي الناس صلوات ربي وسلامه عليه. من لازمه وصاحبه لمس ذلك ورأى ذلك جليا، فيه صلوات ربي وسلامه عليه. جاء من حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه أنه قال: أتيت إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم
بنفر من قومي فأقمنا عنده 20 ليلة وكان رحيما رفيقا بنا. فلما رأى أننا قد اشتقنا إلى أهلنا قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ارجعوا إلى أهلكم وابقوا عندهم وعلموهم وصلوا صلاة كذا في وقت كذا. نعم أيها الناس، انظروا إلى رحمته بأمته صلوات ربي وسلامه عليه في الدنيا وفي الآخرة. جاء أنه كان يشق عليه العبادات التي تثقل على أمته. روى الشيخان عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أيها الناس عليكم من العمل، أيها الناس عليكم من العمل ما تطيقون، فوالله لا يمل الله حتى تملوا. ينادي ويقول: عليكم من العمل ما تطيقون. هذا من رحمته صلوات ربي وسلامه عليه. وجاء في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى الناس عن الوصال رحمة بهم، فقالوا: يا رسول الله إنك تواصل. قال: إني لست كهيئتكم، إني أبيت أطعم وأسقى. فكان يطعم ويسقى من المعارف. نهاهم عن الوصال أن يواصلوا يوما بعد يوم ولا يفطرون ولا يأكلون طعاما، فنهاهم رحمة بهم صلوات ربي وسلامه عليه. بل جاء أنه كان يستخدم لولا أن أشق على أمتي. روى الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، فخشية من المشقة والعنت والتعب. وهذا يدلنا على عظيم رحمته: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. وجاء عند الإمام الترمذي وابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يؤخروا صلاة العشاء إلى ثلث الليل أو إلى نصف الليل. هكذا قال صلوات ربي وسلامه عليه. وكان يدعو العمل وهو يحب أن يعمل به، خوفا من أن يفرض على أمته رحمة بهم. روى الشيخان عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو قالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليدع العمل وهو يحب أن يعمل به خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم، فكان النبي يترك العمل رحمة بنا. ولو نظرنا إلى رحمته بالصبيان، هذه الرحمة كانت مفقودة عند العرب، تعجبوا منها لما رأوها في رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. جاء في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها
أن أعرابا أتوا إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقالوا: أتقبلون صبيانكم؟ قالوا: نعم. قالوا: لكننا والله لا نقبل صبياننا. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أملك إن كان الله نزع من قلوبكم الرحمة؟ نزع الرحمة من قلوبكم، اتصف بها وقبل الصبيان والغلمان. بل استفاض ذلك عند الصحابة، فكانوا لا يتحرجون من اتيان الصبيان الى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدعو لهم ويبارك عليهم. جاء من حديث أبي هريرة أن الأقرع ابن حابس نظر إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يقبل الحصن، فقال النبي إن فقال الأقرع ابن حابس: إن لي عشرة من الولد ما قبلت واحدا منهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من لا يرحم لا يرحم. بل جاء من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دخل على ولده إبراهيم ونفسه تجود، ففاضت عيناه صلوات ربي وسلامه عليه. فقال له عبد الرحمن بن عوف: وأنت يا رسول الله؟ قال: إنها رحمة. ثم أتبعها بأخرى ثم قال: إنها رحمة. ثم قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن، وإنا على فراقك يا إبراهيم لمحزونون، وإنا على فراقك يا إبراهيم لمحزونون. بل كان صلى الله عليه وسلم يحمل الصبيان في صلاته وهو يؤم المسلمين، فقد حمل أمامة بنت زينب وهو يؤم المسلمين مصليا بهم إماما رحمة بها صلوات ربي وسلامه عليه. وجاء أنه كان يدخل في الصلاة فيريد إطالتها فيسمع بكاء الصبي فيتجوز فيها صلى الله عليه وعلى آله وسلم رحمة به وبأمه، بأم الصبي الذي يبكي لأن أمه تجد في نفسها وينشغل قلبها على صبيها. وهكذا الصحابة يأتون بالصبيان، يأتي أحدهم بالصبيان. قالت أمنا عائشة: كان يؤتى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالصبيان يدعو لهم، وإنه أوتي بصبي صلوات ربي وسلامه عليه فبال في حجره فدعا بما فأتبعه إياه ولم يغسل، لم يتبرم ولم يعنب ولم يترب. من جاء بالصبيان رحمة جعلها الله جل وعلا في قلب نبيه صلى الله عليه وسلم. روى البخاري عن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحملني على فخذه ويحمل الحسن على فخذه الأخرى، وكان يضمهما. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يضمهما، فقال: اللهم إني أرحمهما، اللهم إني أرحمهما
فارحمهما، دعا لهما صلى الله عليه وسلم بالرحمة. كان رحيما بأهله، يدعوهم إلى ما ينفعهم ويعلمهم ما يقربهم إلى الله سبحانه وتعالى. روى الإمام البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم استيقظ ليلة فقال: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. ماذا أنزل الله من الخزائن؟ وماذا أنزل من الفتن؟ من يوكب صواحب الحجرات يصلين؟ يا رب كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة يدل أهله صلوات ربي وسلامه عليه. يقول الله تبارك وتعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا. ويقول الله له: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهم من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. أقول ما قلت وأستغفر الله. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا معاشر المسلمين، النبي بعثه الله رحمة للكل وللعالم، رحم الكفار الذين أدموه ورموه بالحجارة وسلطوا عليه السفهاء. ولما عرض عليه أن يعجل الله لهم العقوبة قال: أستأني لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا. كسرت رباعيته وشج رأسه وقتلوا جملة من أصحابه وألبوا عليه الأحزاب وأطاقوا وطوقوا عليه من كل مكان. ومع ذلك انظروا ماذا فعل، في فتح مكة صلوات ربي وسلامه عليه. أعداء الإسلام يشهدون له بالرسالة من خلال ما يلوح ويظهر من سيرته صلى الله عليه وسلم. قال لهم: ما تظنون أني صانع بكم؟ قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. إنه نال رفعة ومركزا قويا، لكنه عفا وصفح عنهم صلوات ربي وسلامه عليه. ولما قيل له كما روى مسلم: إلعن الكفار، فقال: إن الله لم يبعث إلعانا، إنما بعثني رحمة. وكادت نفسه أن تهلك حرصا عليهم وعلى هدايتهم. يقول الله له: فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، لا تذهب نفسك يا محمد عليهم حسرات، وإن كان كبر عليك إعراضهم، فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية، ولو شاء الله لجمعهم على الهدى، فلا تكونن من الجاهلين. وكان يدعو لمن رحم أمته ورفق بهم، ويدعو على من ألحق بهم الضرر والمشقة. روى مسلم في صحيحه
أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به، فرفق بهم فارفق به. هكذا كان صلوات ربي وسلامه عليه. يقول الله: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم للصحابة كالأب لأبنائه. روى أبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم. إذن هو لنا أب صلوات ربي وسلامه عليه. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وهو أب لهم صلوات ربي وسلامه عليه. ولم تقتصر رحمته على الإنسان، بل تعدت إلى الحيوان، إلى الحيوان، إلى الطير، إلى الحشرات، وصلت رحمته صلوات ربي وسلامه عليه. نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تصبر البهائم، أي أن تحبس حتى تموت. وأخبر النبي، أخبر النبي محذرا لنا عن امرأة دخلت إلى النار في هرة، قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: دخلت النار امرأة في هرة حبستها، فلا هي أطعمتها وسقتها إذ هي حبستها، ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض. إذن في نار جهنم تعذبها لما قسى قلبها وانتزعت رحمتها عن هذه الهرة. وجاء أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى أن يتخذ شيء من الروح غرضا، أي أن ينصب وأن يرمى رحمة به. وهكذا ذلكم الطائر الذي يقال له الحمرة، الحمرة كان لها ولدان، فجاء الصحابة وأخذوا ولديها، فجاءت تعرش أي تحلق من فوق رؤوسهم، فقال النبي: من فجع هذه بولدها ردوا عليها ولدها. هكذا قال. ونظر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى جمل قد لحق ظهره ببطنه، فقال: اتقوا الله في هذه البهائم المعجمة، فاركبوها صالحة وكلوها صالحة. هكذا، بل وصلت رحمته إلى الجماد صلوات ربي وسلامه عليه. روى الإمام البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي كان يخطب على جذع فتركه وخطب على المنبر، فلما صار النبي على المنبر حن الجذع، فنزل النبي وجعل يضمه وجعل يضمه ويهدئه حتى سكن، وقال: لو تركته لبقي يئن إلى يوم القيامة. إذن رحمته، رحمته عظيمة مباركة صلوات ربي وسلامه عليه. وانظروا إلى رحمته بأمته يوم القيامة. الأنبياء وأولو العزم من الرسل تأتي إليهم أممهم، فكل نبي يقول: نفسي 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 نفسي. ومحمد صلوات ربي
وسلامه عليه يقول: أمتي أمتي، فلا يقر له قرار ولا يهدأ له بال حتى تدخل أمته الجنة صلوات ربي وسلامه عليه. بل اختبأ دعوته شفاعة لأمته رحمة بهم. جاء أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن لكل نبي دعوة مستجابة، وإن اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة فهي أعم. فصلوات ربي وسلامه عليه، إنه ملئ قلبه بالرحمة والشفقة علينا. وفي قول الله: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. الرحمة فسرت بالإسلام والقرآن وبمحمد صلوات ربي وسلامه عليه. بل ربط هذه الأمة بالأمم السابقة في هذا الباب، في باب الرحمة، وأخبر أن بغيا من بني إسرائيل نزل بها العطش فنزلت إلى بئر فشربت، فلما خرجت وجدت كلبا يلهث من العطش يأكل الثرى، فقالت: لقد بلغ بهذا الكلب ما بلغ بي. فنزلت ونزعت موقها وسقت الكلب، فغفر الله لها وأدخلها الجنة. إنه ربط بالرحمة والتراحم. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. فالتحلي بالرحمة تشبه واقتداء بنبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالرحمة الرحمة يا معاشر المسلمين، بقدر الاستطاعة. اللهم إنا نسألك أن ترزقنا الرحمة، اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم ومن أراد الإسلام والمسلمين بسوء، اللهم أشغله في نفسه، اللهم لا ترفع له راية ولا تحقق له غاية، اللهم اجعله عظة وعبرة وآية. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، والحمد لله.